إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن